هذه ركنية، ركنية للمنتخب المصري، ركنية للمنتخب المصري. قلت أربع تغييرات قام بهم مدرب المنتخب المصري، المدرب وائل رياض في المقابل أنيس البوسعيدي، حافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول. هذه ركنية من تنفيذ أحمد خالد، كرة ترجع من الدفاع، ترجع من اللاعب زين الدين كادة مهاجم المنتخب اللي يرجع لمعاضدة الدفاع كمال. أكيد شوف لهنا، شوف المنتخب المصري حاول منذ البداية أنه يضغط، يلعب عالي ويضغط على المنتخب التونسي، كما حكيت لك أربع أهداف مقابل صفر ما عنده ما يخسر، يحاول أنه يضغط ويحاول يسجل ويرجع في اللقاء. لكن الحقيقة كما قلت هنا المنتخب التونسي لازم ياخذ حذره، عادي أنا المنتخب التونسي باش يهبط ضغط منذ البدايه، لكن المنتخب التونسي ما يلزموش يخليه، ما يخليش المنتخب المصري ياخذ كره في ساقيه، ما يخليش يلعب كره. دونك ان شاء الله احنا اللي رابحين، احنا معناها متفوقين في نتيجه واداء، دونك لازمنا نشدوا الكره واحنا نكملوا السيطره نتاعنا الميدان ان شاء الله. بالفعل منذ قليل كانت فرصه خطيره من لاعب المنتخب المصري، المتوسط ميدان هجومي احمد خالد، كره مره تجانبيه لمرمى حارس المنتخب الوطني توماس زويغي، ترجع للحارس حارس المنتخب المصري ثامر عبد المنعم، كره طويله طويله من ثامر عبد المنعم على الجهه اليسرى، على الجهه اليسرى رقم 13 حسين عبد المعطي لاعب المنتخب والزمالك، قاعد يشد في الكره المنتخب المصري، لكن مخت امله تمشي انيس كردي في وسط الميدان. من جديد ياخذ الكره احمد خالد لاعب المنتخب والاهلي المصري، ممتاز جدا احمد خالد في وسط ميدان المنتخب المصري كمال. اكيد المنتخب كما حكيت المنتخب المصري لانه يعرف انه وسط الميدان هو المفتاح، اللعب كل مفتاح لانه المباراه، اللي كان يحاول يسيطر على وسط الميدان لانه يحب يفك الكره في وسط الميدان، يحاول يتنقل الهجمه، نقل الهجمه للهجوم بسرعه اكثر واكثر ممكن من السرعه. لكن من هنا شفنا انس الكردي وجه العساوي الحقيقه قاعدين قايمين المردود نتاعهم وقاعدين يفكوا في الكره وياخذوا في الكره الثانيه، وشو اللي خلى منتخب تونس تقريبا يفتك معركه الميدان ويخليه هو اللي اكثر مسيطر اداء ونتيجه. بالفعل ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان، لا تمشي المنتخب المصري، حسين عبد المعطي على الجهه اليسرى، تمشي لاحمد خالد، احمد خالد مخت امنه، مخت امنه تمشي في وسط الميدان، تبقى للمنتخب المصري احمد خالد وراء كل الكرات في الحقيقه، لاعب المنتخب والاهلي المصري احمد خالد من جديد، لكن يفتكها لاعب المنتخب الوطني، لاعب المنتخب الوطني التونسي ياسين صابر، كره طويله منه، طويله لزين الدين كاده، زين الدين كاده يفك له كره، يفك له الكره حسين عبد المعطي في وسط الميدان، هذه فرصه خطيره للمنتخب المصري، يتقدم يرفع الكره، يرفع الكره وترجع من الدفاع، ترجع من الياس عرعار لاعب المنتخب الوطني التونسي، ترجع من الياس، كانت قلت فرصة خطيرة للمنتخب التونسي، كرة خرجت تماس للمنتخب المصري. بعد مرور أربع دقائق لعب في الشوط الثاني ما زالت الأسبقية لعناصرنا الوطنية 4-0، أهداف تسجلوا في الشوط الأول، أهداف كانوا تسجلوا في الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء من زين الدين كادة في الدقيقة 22، ثم في الدقيقة 23 دقيقة بعد يوسف بشا يضيف الهدف الثاني، ثم في الدقيقة 25 من الشوط الأول زين الدين كادة يضيف الهدف الثالث، وفي الدقيقة 48 يعني في نهاية مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل يوسف بشا يضيف الهدف الرابع، وثنائية لكل لاعب، ثنائية ليوسف وكذلك لزين الدين كادة، هذه فرصة خطيرة للمنتخب المصري، لكن في دين الحارس في المكان المناسب، حارس المنتخب أمامكم على الصورة توماس الزويغي، توماس الزويغي اللي أعطى الإضافة لخط دفاع المنتخب التونسي، حارس المرمى أمامكم يتبع كورته، كرة في دين الحارس. ما زال المنتخب المصري رغم التغييرات اللي قام بهم المدرب، أربع تغييرات بالتمام والكمام، هذه فرصة خطيرة لعناصرنا الوطنية. يوسف بشا، يوسف بشا، يوسف بشا، وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، ما كانتش مؤطرة توزيعة يوسف بشا، وترجع من الدفاع المنتخب المصري، ترجع من دفاع المنتخب المصري، خمسة دقائق لعب، ما زالت الأسبقية، وقلت رغم التغييرات لأن المنتخب المصري ممكن ما لقاش الحلول اللازمة. ممكن ما لقاش الحلول، لكن شفناه في الـ في الـ في الـ في الـ عندنا خمسة دقائق تقريبا أو أكثر شوية في منذ بداية اللقاء، شفناه المنتخب المصري وصل تقريبا أكثر من الشوط الأول للمرمى للمنتخب التونسي، لكن هذا عادي باعتبار أنه كما كنت أحكي لك ما عنده ما يصل، لكن هنا ما خليش المنتخب المصري لأنه يفك الكرة ويستحفظ أكثر بالكرة، لأنه ممتاز المنتخب التونسي أنه
بعد تقريبا اكثر من معناتها الفرصه المنتخب المصري عرف انه لازم انه يلعب عالي ولازم انه يخرج من مناطقه باش المنتخب المصري ما يخرجش ثقه في روحه، وهذه معناها اللي خلاه الحقيقه ينقص خطوره المنتخب المصري. بالفعل اذا الكره ترجع من حارس المرمى المنتخب المصري ثامر عبد المنعم، كره في وسط الميدان ممتاز جدا. خالد عبد الرحمن لاعب الاهلي كذلك، يعني برشا ملاعبيه في المنتخب المصري ينشطوا في صفوف الفريق الاهلي المصري. كره خطيره لعمر خالد، عمر خالد على الجهه اليمنى يخلط على الكره يوزع ركنيه، ركنيه للمنتخب المصري. نذكروا ان هذه الجوله الرابعه لدوره اتحاد شمال افريقيا لكره القدم منتخبات اقل من 2005 و2006، دوره انطلقت يوم 11 من هذا الشهر من نوفمبر تتواصل الى غايه 22. هذه قلت الجوله الرابعه، ثلاثه جولات الاولى المنتخب التونسي كان فاز على الجزائر 4-2، المنتخب المصري كان فاز على تعادل مع ليبيا 1-1. في الجوله الفارطه المنتخب المصري كان فاز على الجزائر 3-0، والمنتخب التونسي كان فاز على المنتخب المغربي. العتيد والمدجج بالنجوم اللي ينشطوا في بطولات اوروبيه قلت شبان 3-1. هذه ركنيه للمنتخب المصري، كره طويله 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 راسيه اولى من لاعب المنتخب المصري، ثم تبقى للمنتخب المصري ترجع من الدفاع، ترجع من دفاع المنتخب الوطني. كره كانت خطيره للمنتخب المصري، قلت مدربه وائل رياض قام باربع تغييرات. في المقابل انيس البوسعيدي حافظ على نفس التشكيله اللي بدا بها الشوط الاول. تفضل كمان. اكيد شفنا كما كنت حكيت لك الحقيقه منتخب مصر قاعد ضغط اكثر على منتخب التونسي، تقريبا يلعب كل اللاعبين المنتخب في 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 مناطق المنتخب التونسي، ولهنا اللي ممكن يخوف يا اخي يقلق شويه الدفاع المنتخب التونسي. ما يلزمناش نخلي المنتخب المصري يلعب، ويلزموا نخرجوه من منطقتنا ونحاولوا نشدوا اكثر كوره، ولانه نعرف بمرور الوقت المنتخب التونسي يكون ارتح والمنتخب والضغط يكون على المنتخب المصري. ان شاء الله صحيح متفوقين ب 4-0، لهنا مطالبين انه احنا نحافظوا على النتيجه ونحافظوا على واحنا اللي نفرضوا اللعب ونفرضوا النسق الثاني، لانه الحقيقه نتيجه 4-0 تخليك تلعب اكثر بريحيه وتخليك معناها تقوم بالمردود اللي يلزمك تقوم به. هذه فرصه خطيره للمنتخب المصري، خطيره الفرصه، خطيره وبعيده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. اكيد هذا ولا نحكي لك سامي، لانه الضغط الحقيقه يولد الاخطاء ويخلي المنتخب المصري الحقيقه اخطر. هنا لازم نخرج من منطقتنا ونلعب في منطقه المنتخب المصري اكثر. وشوف كمان شكون اللي كان وراء العمليه هذه وكان خلق التفوق العددي، حسام احمد مدافع المنتخب المصري طبعا. يعني هو اللي كمل العمليه. هذا هو المنتخب المصري باش يحاول كما حكيت لك يهبط بكل تقنيه، وتقريبا مش حتى الاظهر باش يكونوا اكثر معناها اكثر حريه في باش يلعبوا يساندوا الهجوم، لانه 4-0 كما حكيت لك منتخب تونسي المنتخب المصري حاول يرجع في النتيجه، لكن لهنا كما حكيت لك ما لازمناش نعطيه الفرصه باش يلعب كره اكثر ويلعب في منطقتنا، لازم نخرجوا احنا ونلعبوا اكثر في منطقه المنتخب المصري باش نخليه ديما في قريب من المنطقه نتاعو. بالفعل ترجع الكره للمنتخب المصري، للمنتخب المصري رقم 7 كريم سيد يدخل منذ قليل لكن يفتكها لاعب المنتخب الوطني. على الجهه اليمنى جاني دونجيلو، كرة طويلة طويلة البحث على ياسين صابر لكن يخلط على الكرة. بالفعل ياسين صابر يخلط على الكرة يراوغ، ترجع الكرة لجاني، جاني دونجيلو يحافظ على كورته، جاني يوزع في مناطق الجزائر لكن ترجع من دفاع المنتخب المصري، ترجع من دفاع المنتخب المصري. تمشي لعمر خالد، عمر خالد يدخل منذ قليل ما فماش تسلل، لا فما تسلل، فما تسلل حسب إشارة المساعد الأول، حسب إشارة المساعد الأول محمد الطير، فما تسلل على مهاجم المنتخب المصري رقم 18 محمد عبد الله. محمد عبد الله اللي كان سدد منذ قليل والكرة أمامكم العملية، بالفعل كان في موقع تسلل مهاجم المنتخب المصري محمد عبد الله مهاجم المنتخب والأهلي. إذا كان في موقع تسلل، تمشي الكرة لزين الدين كادة، زين الدين كادة يوسف بشا، تناسق وتناغم كبير بين يوسف بشا وزين الدين كادة، كرة طويلة 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 وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع المنتخب المصري، كانت فرصة خطيرة لمنتخبنا الوطني، تناسق وتناغم كبير بين لاعبي المنتخب كمال. الحقيقة تناسق وحتى في تغيير المراكز بين اللاعبين الحقيقة ثم تناسق كبير برشا، أنه شفنا هنا كادة خرج هو الجهة اليسرى ودخل بشا
كقلب هجوم الحقيقه تنسق بالبرشا اللي قلق اكثر المنتخب المصري ودفاع المنتخب المصري. بالفعل ترجع الكره وتبقى للعيساوي لقائد المنتخب وجدي العيساوي هذا ولازم في وسط الميدان الكرة. بالفعل ترجع الكره للمنتخب الوطني جاني دونجيلو يلزمنا نحافظوا على الاسبقيه يعني ونشدوا الكره في الشوط الثاني. اكيد ما لازمناش نطيشوا الكره كما هكا لانه نعطيه الكره للمنتخب المصري كل مره هو ياخذ يلعب ونفتكروا نعطوها دونك هنا يصبح المنتخب المصري ياخذ ثقه اكثر ويصبح هو المتحكم في الكره لكن لازمنا نشدوا ونلعبوا لعبنا بتاع الشوط الاول لانه ما فماش علاش كما قلت لك منتصرين 4-0 نتيجه لصالحنا الحمد لله معناتها فارق كبير برشا صعيب المنتخب المصري يرجع فيه دونك مطالبين انا بشد الكره ونلعبوا بكل اريحيه بكل ثقه. تمشي الكره للمنتخب الوطني يوسف على الجهه اليسرى وجهه برشا صاحب ثنائيه الشوط الاول مراوغه اولى ثم ثانيه ممتاز جدا يوسف قلت لاعب المنتخب والنادي الرياضي الصفاقسي السي اس اس تبقى الكره لوجدي العيساوي في وسط الميدان قائد المنتخب وجدي كره تدور مليح بين ملاعبيه تمشي للؤي بن فرحات يغطي ويحافظ على كره لؤي في وسط الميدان ما فماش مخالفه يرجع للمخالفه الحكم الليبي امامكم على الصوره مصطفى الدريسي الحكم الليبي زفر زوز مقابلات في الدوري الليبي هذه الموسم 36 سنه لهذا الحكم حكم النخبه ضمن حكام دور الاتحاد الليبي كان زفر 11 لقاء السنه الفارطه في الدوري الليبي كافضل يعني مقابلات زفرهم 11 لقاء بالتمام والكمال منهم ديربي ليبيا الديربي بين الاهلي والاتحاد هذه فرصه خطيره للمنتخب المصري لكن فماش مخالفه وضيع الفرصه على مهاجم المنتخب المصري قلت كان زفر الاهلي طرابلس واتحاد طرابلس ديربي الدوري الليبي الحكم مصطفى الدريسي كره تبقى لعناصرنا الوطنيه ريان الجربي ريان الجربي لمحمد امين علاله جاني دونجيلو يدخل في وسط الميدان ويضيع الكره تمشي للمنتخب المصري مروان محمود خطيره للمنتخب المصري في مناطق الجزاء لكن الضياع تمشي لزين الدين كاده لؤي بن فرحات يحافظ على الكره لزين الدين فرصه خطيره لعناصرنا الوطنيه لؤي بن فرحات ويدخل الحارس امام تسديده لؤي بن فرحات امامكم على الصوره فرصه كانت خطيره الهدف الخامس كمان للمنتخب الحقيقه عمل ممتاز من لؤي بن فرحات اللي خذا الكره في وسط الميدان مشى بها دونك بدا الهجمه هو منذ وسط الميدان لعب مع 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 زين تنكادا رجعت معناتها تمرين ممتاز زين تنكادا لكن امامكم الاعاده ميريتو التحقيق والتالق الحارس المنتخب المصري الحقيقه لانه عملنا عليه لؤي فرحات ولكن ممتاز جدا الحارس المصري اللي منع الهدف الخامس بالفعل الامتياز كان لحارس المنتخب المصري امامكم على الصوره ثامر عبد المنعم يعني باراد كبير من حارس المنتخب المصري اواسط يعني حتى في حراس المرمى وفي مصر يعني عندهم تقاليد كبيره كمان اكيد عديد الحراس في المنتخب المصري على راسهم حسين السيد احمد شوبير الحارس منتخب المصري الاهلي عصام البدري الشناوي منتخب مصر الحقيقه المنتخب المصري معروفين الحقيقه المنتخب المصري لانه عنده على فوق مستوى حراس المرمى الحقيقه عنده اسامي ممتازه واسامي كبيره بالفعل اذا تماس المنتخب الوطني بعد 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني ما زالت الأسبقية 4-0 لعناصرنا الوطنية أمام المنتخب المصري الشقيق كرة في وسط الميدان لؤي بن فرحات محمد أمين علالة على الجهة اليمنى جاني دونجيلو يخلي الكرة ياسين يوسف باشا ترجع لوجدي عيساوي قائد المنتخب يوسف باشا يرفع الكرة في يد الحارس كانت ضعيفة كرة يوسف باشا ضاعت الفرصة على عناصرنا الوطنية كانت فرصة الهدف الخامس للمنتخب الوطني والتغيير سيقوم به أنيس البوسعيدي بعد قليل هنا نتصور باش يدخل خليل عياري لاعب الملعب التونسي مكان لؤي فرحات لأنه الحقيقة يشغل فترة وسط الميدان
ربما العياري. ربما مش يكون هو اللاعب وراء المهاجمين او على اللاعب يروح على الجهه اليسار ربما، لكن اغلب انه يكون باش يكون نعرفوه خليل العياري لاعب وسط ميدان هجوم باش يكون تصور راس وراء المهاجمين مكان لؤي بن فرحات. ترجع الكره للمنتخب الوطني يوسف باشا بالراس، ضيع الكره، ضيع، تمشي لمروان محمود، مروان محمود لحارس المرمى ثابر عبد المنعم اللي كانت صدى منذ قليل محاولة لؤي بن فرحات، فسخ هدف محقق لعناصرنا الوطنية. إذا زوج تغييرات، خليل العياري، زوج تغييرات باش يقوم بها مانيس البوسعايدي، فما على صورة خليل العياري وكذلك رقم 24 ياسين شبيل، كذلك ياسين، كرة ترجع من الدفاع في مناسبة أولى. إذا تبقى للمنتخب المصري اللي ضاغط في الدقائق هذه، ضاغط المنتخب المصري يبحث على تذليل الفارق، المنتخب المصري 4 أهداف يعني نتيجة قاسية على المنتخب المصري الشقيق. هذه كرة طويلة طويلة ودون رقابة وتضيع الفرصة، تضيع على خالد عبد الرحمن، كان دون رقابة خالد عبد الرحمن كان بالإمكان أحسن مما كان لمهاجم المنتخب المصري. أمامكم على الصورة كرة مرفوعة من مروان محمود وخالد عبد الرحمن بالرأس، خالد عبد الرحمن رأسيته كانت ضعيفة، رأسيت خالد كانت ضعيفة. تبقى النتيجة على حالها، أسبقية عناصرنا 4-0 4-0. كرة طويلة ليوسف بشا على الرواق الأيسر، يوسف بشا، يوسف بشا، وجدي العيساوي قائد المنتخب، وجدي، وجدي حافظ على الكرة، يبحث على المساندة، يلقاها يلقاها مع الياس عرعار المدافع رئيس المنتخب. العيساوي من جديد عنده الكرة، العيساوي يتنظ في احتفاظ بالكرة وضيع الفرصة، ضيع الفرصة. عمر خالد، عمر خالد، حسام أحمد، حسام أحمد، شوفوا لهنا حسام أحمد تفضل كمان، شوفوا سامي لهنا كيفاش الكوتش نيسا السعيدي قاعد يطالب اللاعبين المنتخب التونسي انه ما يرجعوش للوراء، قاعدين باش يطلعوا ويحاولوا يضغطوا عالي على المنتخب التونسي ويبقى على المنتخب المصري باش يبعدهم على مناطقنا وباش ما يقلل من خطر الهجوم المصري. بالفعل تبقى الكره لعناصرنا الوطنيه، انس الكردي، انس الكردي، جاني جاني جاني، كره طويله طويله، البحث على زين الدين كادا دون ما فماش تسلل، زين الدين، زين الدين، زين الدين، زين الدين، ويتصدى الحارس في مناسبه اولى. تبقى للؤي بن فرحات، بن فرحات في مناطق الجزاء، سدد جانبيه جانبيه، كره بن فرحات، كره لؤي بن فرحات امامكم على الصوره، كره بن فرحات، وزوز تغييرات باش يقوم بهم المدرب. اذا دخول خليل العياري في مناسبه اولى، خليل العياري مكان ياسين صابر، اولى تغييرات المنتخب الوطني، اولى تغييرات على الصوره، ياسين صابر يخلي مكانه لخليل العياري، اول تغيير لانيس البوسعايدي في الشوط الثاني بعد 18 دقيقه لعب. ثم رقم 24 ياسين، ياسين ياخو مكان لؤي بن فرحات صاحب المحاوله منذ قليل، لؤي بن فرحات، ثاني تغيير المنتخب الوطني، زوج تغييرات اذا لانيس البوسعايدي على الصوره، لؤي بن فرحات يخلي مكانه، عطاء كبير في الحقيقه لؤي بن فرحات وما كانش محظوظ في زوج مناسبات. اكيد خاصه فرصه راس راس في تالق المنتخب للحارس منتخب مصر، الحقيقه كانت فرصه كي نجم يسجل بها الهدف الخامس، لكن عمل ممتاز نعرفه مع قام معبل بدني وفني ممتاز جدا، لكن ما حرفتوش الحظ، والحقيقه ان شاء الله اي لاعب هذا عنده مستقبل كبير، لاعب عنده الامكانيات الكبيره باش يفتح. هذه فرصه خطيره للمنتخب الوطني التونسي، وتضيع الكره، تضيع الكره، تضيع الفرصه، تضيع على وجدي العيساوي قائد المنتخب. ممتاز وجدي، لكن عمل هنا من اللاعب رقم 10 خليل العياري، دخل تو مكان انس معناتها انس بن فرحات، الحقيقه بن لؤي فرحات قد معناها عمل ممتاز جدا، حط كره في ظهر المدافعين وكان نجم يهدف الخامس. امامكم على الصوره الاعاده، محاوله وجدي العيساوي قائد المنتخب مرت جانبيه. يلا يا عبد الله، يلا يلا، كانت محاوله وفرصه خطيره لمنتخبنا الوطني لكن ضاعت الفرصه، تسديدة العيساوي مرت جانبية، يعني خصال وفنيات كبيرة لخليل العياري منذ دخوله كمان. الحقيقة ملاعب عنده ساق يسرى ممتازة جدا، الحقيقة نعرف الملعب التونسي الحقيقة مش غريب في التكوين، ملاعب ممتاز جدا، لاعب ملعب تونسي يلعب حتى في صنف أكابر الملعب التونسي، لاعب ممتاز جدا، يقدم إضافة، عنده إمكانيات فنية، وكما حكيت أنيس ممكن هبطوا على الجهة اليسرى مكان يوسف، كان لاعب رقم 20
ياسين صابر الحقيقه. ياسين صابر شوفوا قاعد يقدم في مباراه دقائق ممتازه منذ دخوله. ان شاء الله ان شاء الله كيف كيف اللاعب هذا الحقيقه عنده مستقبل ان شاء الله نشوفوه في 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 المنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله هذاك ايش نتمناه، ونتمناه انه تصير الاحاطه وتصير اللهوه، ويعني التحضيرات تكون كبيره وفي قيمه كاس افريقيا للامم اواسط 2025 ان شاء الله. يعني مازال ممكن البلد، مازال البلد ما فماش بلد يعني منظم، مازال التنظيم، لكن ان شاء الله تصير الاحاطه والعنايه بالمنتخب هذا اللي كما قلت كمال لما لا نتوج بكاس افريقيا في صف اواسط الشبان. الحقيقه والله عندنا من الامكانيات وخاصه المجموعه هذه زي ما نحكي الحقيقه انا عايشتهم برشا، عندهم امكانيات فنيه كبيره برشا. ان شاء الله التحضيرات تكون في مستوى الحدث الافريقي هذايا، وان شاء الله معناها تتوفر كل الظروف المنتخب هذا اللي الحقيقه لو كان نمنوا به ونعطيه الثقه ونوفروا له كل الظروف انه نجم يلعب الادوار الاولى في كاس افريقيا، ونعرفوا الهدف الاولاني هو الترشح لنهائيات كاس العالم. ان شاء الله المنتخب التونسي يكون رقم صعب في التصفيات في النهائيات الافريقيه ان شاء الله. هذا ايش نتمناه، وهذه فرصه خطيره لعناصرنا الوطنيه، وتتقص الكره، تتقص الكره من دفاع المنتخب المصري، من كابتن المنتخب المصري معتز محمود، تبقى لعناصرنا الوطنيه من جديد يوسف بشا. يوسف بشا امكانيه بالفعل، بالفعل عرضيه، عرضيه وترجع من الدفاع، تبقى ليوسف بشا. يوسف بشا وبعيده الكره، حاول المباغته يوسف بشا، حاول المباغته امامكم على الصوره. مهاجم المنتخب والسي اس اس يوسف بشا صاحب ثنائيه الشوط الاول، امامكم الاعاده، لكن ضاعت الفرصه من جديد على عناصرنا الوطنيه مع اسبقيه 4-0. اسبقيه الشوط الاول 4-0 للمنتخب الوطني التونسي، 4-0 للمنتخب الوطني التونسي. هذه فرصه خطيره، خطيره للمنتخب المصري، وركنيه معها، ركنيه للمنتخب المصري بعد 22 دقيقه لعب في الشوط الثاني. ما زالت اسبقيه لعناصرنا الوطنيه 4-0 لمن التحق بنا الان على القناه الوطنيه الثانيه. هذه الجوله الرابعه لدوره اتحاد شمال افريقيا لكره القدم منتخبات اقل من 2005 و2006. دوره انطلقت في 11 من هذا الشهر، تتواصل الى غايه يوم 22 نوفمبر. ما زالت جوله ختاميه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، مصر والمغرب وتونس وليبيا. هذه ركنيه تتنفذ، راسيه وفوق المرمى، فوق المرمى، كانت بالراس، بالراس من لاعب المنتخب المصري رقم 7 كريم سيد. كريم سيد تفضل كمال. حذر لهنا الحقيقه في في على في الكرات الثابته المنتخب التونسي الحقيقه، خاصه معناها في الحالتين الدفاعيه والهجوميه الحقيقه ما قاعدين مش قاعدين نستغلوا معناتها في الكرات الثابته، لا في الدفاعيين ولا الهجوميين الحقيقه، كل 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 معناها مخالفه وكره ثابته نحسوا معناتها تم اخترع دفاع المنتخب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله يانيس كوتش بسعيد يقوم بالعمل اللازم خاصه على مستوى في الكره في الدفاعيه الحقيقه. بالفعل اذا كره تماس للمنتخب الوطني، وتغيير اخر، عمر بن علي، عمر بن علي شيخه مكانه بعد قليل كثالث تغيير للمنتخب الوطني. ممكن باش يخرج زين الدين كادا صاحب ثنائيه الشوط الاول. بالفعل زين الدين مهاجم المنتخب الوطني اواسط في الترجي الرياضي، زين الدين كادا يخرج تحت تصفيق وهتافات الجماهير المتواجده هنا في الملعب البردي باريانا. أكيد عدى مقابل الحقيقة 70 دقيقة أو تقريبا ممتازين، زوز أهداف وأسيست، معناها عملكم الهدف الثاني، عمل كبير للاعب هذا الحقيقة، قدم مباراة كبيرة برشا، وتقريبا هو الهدف اللي هو مع صحبة يوسف بشا هو الهدف المنتخب هذا بالفعل الحقيقة. إن شاء الله مهاجم واعد وعنده مستقبل، وبرافو ليه الحقيقة على المستوى اللي قاعد يقدم فيه. ترجع كرة المنتخب المصري، المنتخب المصري في وسط الميدان، مروان محمود، مروان محمود يبحث عن المسانده، يلقاها مع احمد خالد، احمد خالد، احمد خالد، حسين عبد المعطي، ترجع لاحمد خالد، احمد خالد، مروان محمود، مروان محمود يتقدم بكورته لاحمد خالد، يفتكها لاعب المنتخب الوطني ويصبح هجوم للمنتخب الوطني. يوسف بشا، يوسف بشا يحافظ على الكره، ما فهموش، ما فهموش عمر بن علي اللي دخل منذ قليل، ما فهموش عمر. وضيع الفرصة، كان تخطير المنتخب الوطني بعد 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني. ما زالت الأسبقية 4-0 لعناصرنا الوطنية أمام المنتخب المصري الشقيق. حسين عبد المعطي،
حسان عبد المعطي 1-2 مع محمد عبد الله. وتخرج الكرة تخرج الكرة هذه بطاقة صفراء لشكون؟ للاعب المنتخب المصري، يعطيه ورقة صفراء رقم 7 كريم السيد. ينظر الحكم منذ قليل، الحكم أمامكم على الصورة يا كريم السيد، إخذ إنذار منذ قليل رفعه في وجهه حكم اللقاء مصطفى الدريسي. إذا كرة تبقى لعناصرنا الوطنية، ريان الجربي على الجهة اليمنى، جياني دونجيلو يقدم بكورتو، يقدم بالكرة طويلة، البحث على عمر بن علي، تمشي لخليل عياري، بدل وجهة الكرة على الجهة اليسرى، وجدي العيساوي، حافظ على الكرة، يسقط ثم يرجع، وتضيع الفرصة، على المنتخب الوطني التونسي، ضاعت الكرة على وجدي العيساوي. أمامكم على الصورة الياس عرعر، إذا تماس للمنتخب المصري. على الصورة حكم اللقاء كان مصطفى الدريسي، إذا يتنفذ التماس، تمشي من محمد أحمد، لمعتز محمود كابتن المنتخب ولاعب الأهلي المصري. كرة لحسان عبد المعطي، كريم السيد، كرة تدور مليح بين ملاعبية المنتخب المصري. ما يلزمناش نضيعوا الكرة الغادية يا أنيس، الكردي، ما لازمناش نضيعوا الكرة، ضاعت الكرة، تمشي المنتخب المصري، تسديدة وفوق المرمى، بعيدة كرة أحمد خالد، كمال، المنتخب المصري قاعد يخوف الثقة، رويد قاعد يخلق في القطار وقاعد يقلق في دفاع المنتخب التونسي. أكيد لما أنت معناها الحقيقة تعطيه الكرة أكثر وتخليه يلعب وتعطيه معناها الفرصة أنه يلعب في مناطقك أنت، أكيد باش ياخذ ثقة أكثر ويحاول ويصنع الخطر، لأن الحقيقة ثم إفراط في الاحتفاظ بالكرة مع ناس عرعار في منطقة الحقيقة ما يلزمش يكون الحقيقة يسمحش بها انك تشد الكره اكثر، دونك افتكت منه فرصه كثيره كانت نجم تسديده، كانت نجم تغطي الحارس. صحيح المنتخب التونسي لهنا الحقيقه متقدم بالنتيجه، وانه تقريبا بنسبه كبيره ونقولوا نسبه 90% تهنى على النتيجه، لكن لابد انه المنتخب التونسي يقعد مركز، لانه مش كل مره الحقيقه باش تلقى منافس انه يخليك تمركز، دونك لازم التركيز داخل دقيقه داخل 90 دقيقه، لانه كره قدم تتلعب بعد 90 دقيقه، ونحاولوا نلعبوا معناها ونكونوا مركزين تلت ردهات اللقاء، خاصة إذا كانك أنت التحضير لهنا يكون على الجانب الفني والتكتيك والبدني وخاصة الذهني، دونك لازم ذهنيا باش نلعبوا نهائيات ونحضروا نهائيات كأس فريق نكونوا حاضرين حتى على المستوى الذهني، دونك نكونوا مركزين تلت المباراة. بالفعل ترجع الكرة رمي التماس للمنتخب الوطني، التماس يتنفذ بسرعة، تمشي لوجه العيساوي، يغير وجهة الكرة على الجهة اليمنى، جياني دونجيلو، ما فماش مخالفة حسب إشارة الحكم، تماس للمنتخب الوطني، تماس لعناصرنا الوطنية، جياني دونجيلو لعب المنتخب وستراسبورغ. كرة للحارس، المنتخب توماس، توماس الزواغي، ريان الجربي، يراوغ، حذير يا ريان، وجدي العيساوي، مراوغة أولى وثانية، وجدي ممتاز جدا، يوسف بشا، هذه إمكانية الهدف الخامس المنتخب، يوسف بشا ينتظر المساندة، يلقاها مع الياس عرعار، أنيس الكردي، وجدي العيساوي، جاني دونجيلو، توزيعة من جاني وبعيدة، الكرة، كانت لعمر بن علي اللي دخل منذ قليل. أتخمكم على الصورة، عمر بن علي ما خلطش على الكرة، تبقى النتيجة على حالة أسبقية 4-0، أسبقية الشوط الأول، ثنائية زين الدين كادة ويوسف بشا، ثنائية لكل لاعب، 4-0 للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري الشقيق. كرة تمشي لكريم السيد، أحمد خالد، كان في موقع تسلل بالفعل، لاعب المنتخب المصري كان في موقع تسلل في 30 دقيقة لعب في الشوط الثاني، المنتخب المصري قام بالتغييرات، خلق الخطر لكن دون تجسيم. أكيد الحقيقة
تغييرات صحيح المنتخب المدرب المصري قام بالتغييرات اللازمه، حاب انه معناها يكون بروح جديده للمنتخب المصري، لكن النتيجه 4-0 الحقيقه صعيب انك باش ترجع للمنتخب، خاصه في قيمه المنتخب التونسي اللي عنده الحقيقه امكانيات فنيه مسيطر على وسط الميدان، معناها هجوميا فريق قوي برشا. دونك الحقيقه المنتخب التونسي برافو، يشكر المردود اللي قاعد يقدم فيه. صحيح الشوط الثاني ممكن اقل نسق المنتخب التونسي، هذا عادي باعتبار انه المنتخب التونسي معناها كان تهنى على نتيجه المباراه وقام باللي لازم يقوم به في الشوط الاول، لكن كما حكيت لك لهنا الحقيقه المنتخب التونسي انه الحقيقه شفنا انا فنيا خير من المنتخب المصري، واقف مليح حتى على الميدان، شفنا تغيير حتى بين اللاعبين، تغيير المراكز بين اللاعبين الحقيقه كان ممتاز جدا، ثمة انسجام كبير، يلعب كره معناها نظيفه، قاعد يحب يلعب الهجمه المركزه الحقيقه، عمل ممتاز قاعد يقوم به الكوتش انيس واللاعبين هذوما قاعدين متجاوبين، برافو ليهم الحقيقه، وان شاء الله المنتخب هذا الحقيقه نشوفه في المستقبل بخير ان شاء الله، وان شاء الله معناها باش نشوفوا منتخب في نهائي في افريقيا ان شاء الله، كما كنت تحكي نعاودوا كل مره ناكدوا على انه لازم يكون الاحاطه اللازمه، يكون معناتها توفر له الظروف اللازمه المنتخب هذا باش نجموا توجوا بالكاس ان شاء الله، نمشوا به لبعيد ان شاء الله. بالفعل يعني، وممكن الحاجه الايجابيه لابناء انيس البوسعيدي في اللقاء هذا كمال، انه وقت اللي استغل نقطه يعني ضعف المنتخب المصري، واستغل الفتره الارتباك وفتره الفراغ اللي مر بها المنتخب المصري. لا اكيد اكيد الحقيقه، انا كنت حكيت منذ بدايه المباراه سامي انه هجوميا المنتخب التونسي الحقيقه هو فريق ممتاز جدا، معناتها عنده لاعبين على المستوى الهجومي خاصه معناها في اللاعبين اللي يقدموا اللي يجيو من الخلف كما وجد عساوي كما انس العار الحقيقه يخلق خطر ومسانده كبيره للظاهرين بشا وبشا وخليل عياري او 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 ياسين صابر ومعهم زين ديكاد الحقيقه في معناها انه ثلاثه عندك ثلاثه مهاجمين وتلقى وجد العساوي معناها لاعب اخر ممتاز جدا يجي من الخلف يقدم الاضافه كما نشوفوا تو معناها هذه معناها لقطه الحقيقه تاكد كلامي الحقيقه من نجم كان يكون منتخب قوي، يبقى العمل ممكن اكثر على على على, 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 على الجانب الدفاعي، نحاولوا نكونوا اكثر معناها متماسكين دفاعيا، ولو انه اليوم الحقيقه شفنا منتخب تونسي الحقيقه دفاعيا ممتاز جدا معناها فريق متماسك. نقطة يمكن كما حكيت لك معناها خاصة على الكرات الثابتة لابد من العمل أكثر على الكرات الثابتة دفاعيا، نحاولوا نكونوا واقفين مليح دفاعيا باش نكونوا معناها واقفين حتى منافس ما يقعش مغلطتنا في الدفاعين، وهجومين لابد من استغلال أكثر الكرات الثابتة لأن الحقيقة جاتنا أكثر من كرة ثابتة ما حسناش استغلالها. بالمجمل فريق ممتاز، عمل ممتاز قاعد يقوم به الكوتش ولا اللي طار معه كل الحقيقة، شفنا فريق منظم، فريق معناها يلعب كرة لوطا، فريق الحقيقة عنده ثقة في روحه، كل الخطوط تقريبا معناها الحمد لله، حتى اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني تقريبا كما خليل العياري كما لاعب الحقيقة ممتاز جدا فريق المنتخب التونسي، إن شاء الله يا ربي معناها كما قلت لك نبنيه على المنتخب هذا ونبنيه على الدورة هذه اللي فنيا مهمة برشا الحقيقة، لأنه تحضير مع منتخب مصري منتخب مغربي فرق عندها باع وذراع في الكرة الأفريقية، إن شاء الله بإذن الله احنا باش نواصلوا التحضيرات المجموعه هذه وندعموهم كما قلت لك عديد اللاعبين الحقيقه راهو سامي، ثم عندنا لاعبي ممكن محترف في تركيا هيثم ضو، لاعب ممتاز جدا لاعب سابق الترجي التونسي، عندنا حارس مرمى النادي الافريقي، عندنا لاعبين معناها ممتازين اخرين، عزيز بلومي في النادي الافريقي، كنا نجموا يدعموا المنتخب هذا، وان شاء الله باذن الله عندنا مجموعه طيبه ان شاء الله. هذه فرصه ضاعت، كانت الكرة من أقدام لاعب يدخل منذ قليل، لاعب المنتخب الوطني والبقلاوة خليل عياري يدخل منذ قليل مكان ياسين صابر، لكن ضاعت الفرصة كما قال كمال منذ قليل، يلزم الإحاطة بالملعبية ذوما ولما لا نلقاو إن شاء الله في قادم السنوات الملعبية ذوما موجودين ويساندوا ويعاضوا يعني المنتخب الوطني التونسي أكبر اللي ضمن جولة ضمن المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. منتخبنا متواجد في الملاوي في الحقيقة يعني نهار الجمعة كان انتصر 4-0، بداية كانت موفقة تصفية كأس العالم 2026 لمنتخب الأكابر أبناء المدرب جلال القادري، منتخبنا كان فاز على منتخب ساو تومي بريتسيب 4-0،
ونهار الثلاثاء ان شاء الله توقيت الساعه 3 ظهر بتوقيت تونس ان شاء الله ضد منتخب الملاوي يلعب منتخبنا الوطني التونسي. اذا حظ موفق ضمن الجوله الثانيه من المجموعه الثامنه لتصفيات كاس العالم قلت 2026 بدايه كانت موفقه. نذكروا كذلك انه منتخب الملاوي كان انتصر على منتخب الليبيري 1-0 في نفس المجموعه، وكذلك منتخب غيني الاستوائيه كان فاز على المنتخب الناميبي 1-0. ان شاء الله عناصرنا الوطنيه يعني تتالق. هذه فرصه خطيره وفي دين الحارس يتصدى الحارس بمناسبه اولى امكانيه هذا تسجيل فارق وهدف المنتخب المصري، وهدف الاول للمنتخب المصري في الدقيقه 35 من الشوط الثاني. هدف تدليل الفارق للمنتخب المصري، هدف تدليل الفارق للمنتخب المصري. ان شاء الله تو نشوفوا الاعاده بعد قليل. 4-1 ان شاء الله. سلامات لحارس المنتخب تعرض الاصابه. امامكم على الصوره، امامكم على الصوره رقم 18 محمد عبد الله سجل هدف تدليل الفارق للمنتخب المصري. اذا 4-1 هذا اللي كنا نحكوا فيه منذ قليل كمال. اكيد اكيد انه تجيك فرصه واثنين وثلاثه منتخب المصري تخليه معناها يوصل اكثر من مره للمناطق نتاعك والمرمى نتاعك، اكيد باش تصير الاخطاء وهذا اللي صار الحقيقه خاصه على مستوى التغطيه. صحيح توماس معناها الجارديان حارس مرمى كان قام تصدي، لكن في رجل زين بال يعني زين بال في التغطيه في الدفاع، لكن في التغطيه كان ينجم يكون المدافع نتاعنا هنا زوزة معناها واحد من المدافعين يكون هو الاقرب للكره. مش مشكل، الحمد لله جات في وقت معناها ماهوش ما يقلقش بعد وبعد نتيجه مع 4-1 الحمد لله معناها هدف معناها ان شاء الله مش باش يقلق المنتخب التونسي وما ثم حتى مشكل. دونك هذه الاخطاء نتعلموا منها ونحاولوا نبنيوا عليها ان شاء الله ونصلحوها. بالفعل ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي. العياري، خليل العياري، العياري امكانيه التسديد، يحافظ على الكره، يحافظ على الكره ليوسف بشا. يوسف بشا تسديده خير الحل الفردي. يوسف اكيد يوسف عليه، يوسف عليه. هذه مثل الحاجات اللي يمكن الكوتش انيس لازم يخدم عليها، لانه الحقيقه هنا في مرحله اولى خليل العياري ثم يوسف بشا كان نجم خليل العياري يحسن استغلال اكثر ويلعب الكره مع صاحبه بن علي على الجهه اليمنى. على الجهه اليمنى الحقيقه كان وجه لوجه مع الحارس، كان نجم يعطيه ربما مقابلة مع هدف كان يكون. رجعت البشا كان كيف كيف نجم يلعب مع صاحبه، لكن هنا الافراد وهذه الاخطاء ربما لازم نتعلموا منها، لانه حقيقه صحيح اليوم مباراه انك متقدم ب4 مقابل هدف، لكن في فرصه اخرى ومناسبه اخرى تكون تقريبا هدف معناها يفصل المباراه، كان نجم يقع استغلالها ولابد من الحقيقه من العمل على الجانب هذا. بالفعل اذا ترجع الكره لصالح المنتخب الوطني. نلعب في 32 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 4-1 للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري. هذوما زوز تغييرات باش يقوم بهم مدرب المنتخب الوطني رقم 9 الساعة رقم 9 مهند محمد علي باش ياخذ مكانه بعد قليل، مكان رقم 18، مكان صاحب الهدف تدريب الفريق للمنتخب المصري محمد عبد الله. مكان محمد عبد الله قلت رقم 9 باش ياخذ مكانه بعد قليل، مكان رقم 18، مكان رقم 18 مهند محمد علي يلعب في المقاولون العرب. يخرج اذا رقم 18 المنتخب المصري محمد عبد الله. في المقابل كذلك زوز تغييرات المنتخب الوطني، رقم 2 ياخو مكانه صفوان بن ابراهيم، ياخو مكان رقم 21 على الجهه اليمنى جاني دونجيلو. جاني دونجيلو كذلك تغيير اخر، تغيير خامس للمنتخب الوطني، لاعب بالنجم الساحلي احمد حليله، احمد حليله رقم 25 شيخو مكانه بعد قليل، مكان يوسف بشا صاحب ثنائية الشوط الأول، مكان المهاجم يوسف بشا اللي قبل البلاء الحسن في هذا اللقاء زوز أهداف ويمشي لي باش يسلم على الاطار الفني والمدرب انيس بوسعيدي. اكيد جدا الحقيقه ممتاز اللاعب انيس بوسعيدي، قدم مباراه كبيره برشا الحقيقه على مستوى عمل كبير على المستوى الهجومي، تقريبا 6-5 اهداف في 3 مباريات معناها ممتاز جدا اللاعب هذا. سجلت مباراة أولى أمام منتخب جزائري كيف كيف أمام منتخب ثنائية أمام منتخب المغرب، واليوم الحقيقة ثنائية أخرى ممتاز جدا لاعب واعد لاعب نادي الصفاقس نعرفوه الحقيقة فنيا اللاعب هذا ممتاز جدا.
معناها المهم أن المنتخب التونسي انتصر في المباراة اللي يلزم انتصر فيها، لأنه أكيد لأنه اليوم بصفة رسمية المنتخب التونسي بطل دورة الاتحاد شمال أفريقيا. انتصار تأكيد النتائج مقابلة السابقة. أكيد انتصار تأكيد النتائج وتأكيد الأداء والنتيجة الحقيقة، معناها حتى في زوز مقابلات الأولى كان المنتخب التونسي فنيا كان قدم مباراة كبيرة، وهذا والحاجة المهمة سامي ربما في المباراة الثالثة أمام المنتخب الليبي فرصة للاعب للمدرب أنيس البسعيدي باش يعطي فرص أكثر فرصة للاعبين تحقيق ما شاركوش ما خذوش وقت كبير في الدورة هذه، مهم برشا مقابلة شكلية تسمح ليه باش أنه يدور للإفكتيف ويعطي أكثر فرصة تقريبا لكل اللاعبين في المجموعة ويخليه يعرف أكثر معناها وياخذ فكرة أكثر على لاعبيه. مهم برشا معناها قام المنتخب التونسي بالمهم في ثلاث مباريات أنهى الدورة كبطل، إن شاء الله الدورة المقابلة الجاية يشارك أكثر ممكن من اللاعبين، وإن شاء الله في المجمل لسامي دورة مهمة ودورة على جميع الأصعدة الحقيقة فنيا وبدنيا. المنتخب التونسي لعبنا مع فرق بدنيا الحقيقة لاباس بها، مستوى عالي كمنتخب مصر ومنتخب المغرب فنيا كيف الحقيقة عندنا منتخبات قوية، نتصور أحسن اختبار للمنتخب هذا باش يقوم يحضر به الكأس الأفريقية ويعطي الحاجة باهية تعطي أكثر ثقة للجروب، لأنه تخلق الثقة في وسط المجموعة تخليك تخدم أكثر كيف زاد الطرف الفني ياخذ ثقة في روحه في المجموعة نتاعه. بالفعل يعني مع أنيس بوسعيدي كما قلنا كمال منذ قليل تذكروا بهم مساعد المدرب كمال سعادة، هذا مساعد الإطار الفني في الإعداد البدني أنيس جازوز. أنس جازوز أنس جازوز ممكن عمل كبير قبيح في الدورة هذه. أكيد الحقيقة مش سهل، كل ثلاثة أيام فما مقابلة تلعب ماتش وترتاح من نهار تلعب ماتش، دونك ماهوش سهل، دونك عمل بدني كبير قام به الضحية ليه المعدل البدني منتخب أنس كازوز الحقيقة اللي نعرفوه الحقيقة عنده معناها من الإمكانيات كبيرة برشا اللي في 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 ومعد بدني ممتاز جدا إن شاء الله، والأكيد وقاعدين نكتشفوا فيه هذا خاصة ما شفنا حتى إصابة الحمد لله اللاعبين طيل تقريبا 90 دقيقة منتخب كل اللاعبين معناها تحس قاعدين يجري ويشوف فجأة يساوي معناها في ثلاث مقابلات في 6 أيام ثلاث مقابلات الحمد لله ما شاء الله عليه وليد قاعد يجري، دونك عمل كبير يقوم به المعدل البدني برافو ليه وكل إطار فني الحقيقة، لأنه حتى على المستوى الذهني مش سهل سامي أنك تخلي لاعبينك مركزين معناها في ثلاثة مقابلات نفس التركيب ونفس الحضور الذهني برافو ليهم. ممتاز الحارس الحقيقة، ما حارس عنده إمكانيات كبيرة سامي الحقيقة توماس زواغي ممتاز جدا. نحكيو زاد مدرب الحراس نبيل الزواوي مدرب الحراس. أكيد برافو لكن الحقيقة لأنه وتحية ليه لأنه الحقيقة راهو سامي في الصنف هذايا عندنا كما كنت نحكي لك معناها حتى معناها أنك صعب أنك تختار بين حراس الموجودين، لأنه يعني عنده مجموعة طيبة من الحراس إن شاء الله يرجع بالفائدة والإضافة الجيدة للمنتخب التونسي إن شاء الله. بالفعل فما الحارس الثاني زاد ريان بسباس الحارس الثاني للمنتخب الوطني. أكيد دقيقة كل ثلاثة حراس ممتازين إن شاء الله نشوفوا كما حكيت لك المقابلة القادمة ضد ليبيا إن شاء الله ياخذ فرصة أكثر للحراس هذوما ويعطي ثقة أكثر، لأنه لابد من أنه اللاعب يعيش معناها كومبيتيسيون معناتها ناسيونال مهمه برشا انترناسيونال مهمه برشا ليه حتى في 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 في, في معناها تعطيه اكثر ثقه وتخليه معناها يعرف اجواء اللعب في المنتخبات في الصف هذا. بالفعل نلعب في 43 دقيقه لعب في الشوط الثاني 4-1 للمنتخب الوطني امام المنتخب المصري الشقيق. كره في وسط الميدان لوجدي العساوي، وجدي العساوي على الجهه اليمنى صفوان بن ابراهيم دخل منذ قليل مكان جياني دونجيلو. صفوان بن ابراهيم على الجهه اليمنى تمشي لاحمد حليله، ياسر عار يخلط على الكور يوزع وترجع من دفاع على المنتخب المصري. هذه كره لرقم 24 يدخل دون رقابه يسدد ويدخل الحارس امام ياسين شبيل. يدخل حارس المنتخب المصري ان شاء الله سلامات. تعرض الاصابه مع انذار لمهاجم المنتخب التونسي ادخل قلت منذ قليل ياسين شبيل. ياسين شبيل ما كان له اي بن فرحات امامكم على الصوره كلفته الانذار ياسين شبيل. اذا كره في وسط الميدان ترجع من ريان الجربي مروان محمود في وسط ميدان المنتخب المصري. ريان محمود مخطئ منه أنس الكردي كرة في وسط الميدان لخليل عياري.
خليل العياري خلي كرة لأحمد حليلة، أحمد حليلة، أحمد حليلة وجدي العيساوي، كرة على الجهة اليمنى، صفوان بن إبراهيم، صفوان بن إبراهيم، صفوان يخليها لخليل العياري من جديد، صفوان، صفوان يوزع وتصدم في الدفاع، تصطدم في الدفاع كرة صفوان بن إبراهيم، مدافع الأيمن المنتخب الوطني دخل منذ قليل صفوان على الصورة، صفوان بن إبراهيم تماس للمنتخب الوطني، يمشي له أحمد حليلة يلعب واحد اثنين معاه، وتماس من جديد للمنتخب الوطني، تماس من جديد لعناصرنا الوطنية. وصلنا ل 45 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 4-1 للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري، انتصار يعني تتويج بدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، منتخبات الأواسط، منتخبنا أبل البلاء الحسن، أبناء المدرب أنيس البوسعيدي، أبل البلاء الحسن، هذه رابع جولة، منتخبنا لعب ثلاثة مقابلات، هذه المقابلة الثالثة، زوز انتصارات وهذا انتصار الثالث، هذه كرة لعناصرنا الوطنية تسديدة وضعيفة، ضعيفة كرة، ضعيفة كرة ياسين، ياسين شبيل كانت في دين حارس المنتخب المصري، ثامر عبد المنعم، ثامر عبد المنعم، إذا تجاوزنا ال 45 دقيقة لعب لهنا في ملعب البلدي بأريانا، الجولة الرابعة لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم منتخبات الأواسط، ما زالت الجولة الختامية إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، المنتخب المصري ضد المنتخب المغربي، وعناصرنا الوطنية المنتخب الوطني ضد المنتخب الليبي لهنا في الملعب البلدي بأريانا إن شاء الله. عمر خالد، عمر خالد يحافظ على الكرة، يحافظ على كورته، ما فماش مخالفة، لا مخالفة، يعطي الحكم مخالفة، مخالفة للمنتخب المصري، 4-1 وانتصار كمال، يعني تتويج منتخبنا بالدورة، وهذا كان ممكن هدف أبناء أنيس البوسعيدي. أكيد أكيد، الحقيقة هو الحقيقة أنه المهم في الدورة هذه أنك تحافظ على المجموعة نتاعك، أنك تاخذ ثقة، أنك الحقيقة تحضر مقابلة أخوها من الجانب معناها التكتيكي والبدني، معناها منتخب تونسي في المجمل أدى دورة ممتازة جدا، أحسن فرصة للمنتخب التونسي أنه يحضر صحيح، أنه الهدف نتاعنا أنه توجنا الحقيقة بالدورة هذه، لأنه نعرف التتويج يكبر معك والتتويج يعطيك ثقة أكثر وتولي أنت في عقلتك التتويج، لكن الهدف الأهم أنه معناها الحقيقة المجموعة قربت لبعضها أكثر، معناها ثم تناسق وانسجام بين اللاعبين، الحقيقة إن شاء الله معناها الدورة هذه تكون نافعة للمنتخب التونسي، وإن شاء الله معناها تكون مفيدة على كل الأصعدة، وهذا اللي شفناه الحقيقة، لأنه تشوف الحقيقة في منتخب منتصر 4-1 ومتوج تقريبا بعد دقائق فقط توج، لكن هذا الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 47، يعني الكرة قعدت برشا في مناطق الجزاء. أكيد 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 الرولاشمون هذا اللي وصلنا منه ونبان عليه، لأنه الحقيقة اللي يلزمك أنت كرة قدم تلعب 90 دقيقة بالفعل، أنت أنك تقريبا حتى أمامكم على الصورة، بالفعل أمامكم على الصورة كمان نتبعوا، يعني الكرة كانت محاولة أولى ثانية، وفي الختام كريم السيد، يعني بعد رفع كرة كريم السيد أمامكم، يعني دور رقابة كريم السيد يسجل هدف ثاني للمنتخب المصري. هذا ولا كنت لابد هنا ما نخليش كرة في منطقة أكثر وأكثر وقت، لأنه لما تكون أكثر وقت يكون بسيف الخطر، لكن وهذا اللي صار الحقيقة مع المنتخب التونسي، طوالت الوقت الكرة في منطقتنا، دونك اكيد بشتغلت بصفقة التركيز، الحمد لله كما حكيت لك، دونك الهدف الثاني الاول والثاني المنتخب المصري جاوا في وقت معناها ماهوش يخوف، ما يخوفش برشا المنتخب التونسي، الحمد لله ما يخليش باش ما يرجعش المنتخب المصري في النتيجة، ان شاء الله معناها تنتهي المقابلة بانتصار المنتخب التونسي. وكرة قدم أخطاء، والأخطاء لابد نصلحها، وهذه هي أهمية الدورات كما هذه، باش نقفل الأخطاء بتاعنا، نحافظ على الإيجابي ونبني ونصلحوا السلبي، وإن شاء الله منتخب تونسي كما قلت لك باش دورة مهمة باش تخلي الإطار الفني يقف على كل كبير وصغير المجموعة هذه. بالفعل، إذا هذه فرصة لعناصرنا الوطنية، فرصة وتخرج تماس للمنتخب الوطني، تماس يتحصل عليه صفوان بن إبراهيم، صفوان بن إبراهيم، نلعب في 4 دقائق وقت بديل، يعني لحظات ثواني وينتهي لهنا اللقاء في الملعب البلدي بأريانا بين منتخبنا الوطني والمنتخب المصري،
4-2 لهنا في الملعب البردي بأريانا ضمن الجولة الرابعة لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم. انتصار يعني تتويج المنتخب الوطني بالدورة، يعني تتويج المنتخب بالدورة. كرة طويلة طويلة، يدخل ريان الجربي، يحط الكرة في التماس، تماس للمنتخب المصري الشقيق. المنتخب المصري اللي كان ظل الفارق في زوز مناسبات عن طريق محمد عبد الله، عن طريق محمد عبد الله، ثم كان منذ قليل كريم السيد أضاف الهدف الثاني للمنتخب المصري. وفي هذه الآونة يعلن الحكم الليبي مصطفى الدريسي على نهاية اللقاء لهنا بانتصار منتخبنا الوطني التونسي على المنتخب المصري 4-2. إذا في انتظار استجوابات عاطف ما بعد اللقاء، شنجم نقولوا على اللقاء كمال؟ قبل ما كل شيء مبروك للمنتخب التونسي، مبروك للمجموعه هذه على امامكم الهدف الاول. اي مبروك كما قلت الامضاء زين الدين كذا، تفضل كمال. مبروك للمنتخب والمجموعه هذه الحقيقه اللي يستاهل الحقيقه الفوز بالدوره هذه على المجهود في كامل الدوره هذه، خاصه الثلاث مقابلات الاولى. حاجات ايجابيه وممتازه جدا شفناها في المجموعه هذه، فقط احنا الهدف الثاني يوسف بشا. اكيد مقابله اليوم لاعب ممتاز جدا الحقيقه، لاعب ممتاز ولاعب عنده من امكانيات ما تسمح له. تفضل عاطف، تفضل عاطف. معنا انيس البوسعيد، اذا مدرب المنتخب الوطني التونسي اواسط. قبل كل شيء الف مبروك التتويج بالدوره، اداء وكيف رينا منتخب ممتاز جدا في ثلاثه مباريات، صحيح الشوط الثاني يمكن شويه يمكن قص التركيز ومفهوم صغار لازم. صغار صغار، تعرف الاكسبيريونس وتعرف اللاعب ديما تحكي معاه وتقول له راه ما فيش الماتش وحبينا، لكن ما تعرف زاد يلزمني زاد نغير باش الناس كل تلعب مع بعضها تلعب. سي فري حبينا تفوق 4-0، لكن بلوز امبورتون اليوم كي تشوفوا كنا نجموا نفوا اكثر من 4-0، قداش فرص تقريبا وجه لوجه اكثر. الاهداف الحمد لله رب شفناهم كلهم مخدومين، قاعدين نخدموا مليح، السيارات ما شاء الله عليهم يحبوا يطبطوا. فرحان برشا خاطر سيتو بالفد سبريد اللي عندهم لاعبيه. الجانب الهجومي زاد تقريبا كي تسجل في ثلاثه مباريات 11 هدف، ونجمو كان تكون راضيين. سيتو نخدموا سيتو لانيماسيون تاعنا كيفاش نحضروا كيفاش نحضروا. سي بيان كو انا جو اللاعبيه هما الكل الحقيقه خاطر قاعدين يطبقوا اللي نقولوا لهم عليه، قاعدين يخدموا، وبرشا لاعبيه فريمون عندهم نيفو وبوتنسيال كبير، يلزمهم جوست يلعبوا اكثر مع النوادي نتاعهم، وهذا هو المهم بالنسبه لنا احنا. نواه منتخب كونناها ما عندناش برشا، شهرين ونص ثلاثه، نحاولوا ديما نطوروا، وهذا هو المطلوب. يبقى مباراه اخيره ضد المنتخب الليبي، نتصورها فرصه للاطار الفني لتشريك اكثر عدد من اللاعبين ووقوف على حقيقه امكانيات بعض اللاعبين اللي ما خذوش الفرصه. بالطبيعة القاعد الحمد لله ربي احنا كي تبدا عندنا الفرصة باش نعطيو طون جو، نحاولوا نشوف مقابل الأخرانية إن شاء الله نحاولوا نشاركوا أكثر من يمكن من لاعبين. عندنا ثقة في الناس كل لعبوا ما لعبوش، يعرفوا مليح اللي في ليكيب ناسيونال ما عندناش تيتولير ولا رومبلاسون، الناس كل كيف كيف. عندنا مازال عندنا الوقت باش نطوروا ونطوروا، مازال بالطبيعة كل مقابلة فيها نقاص، كل مقابلة نخرجوا منها الباهي والخايب، نحاولوا نصلحوا نصلحوا بيان سور تيتر. فرحانين برشا نعرفهم اللي هما يحبوا على تيتر هذا، والحمد لله ربي. الحمد لله، شكرا كوتش. اذا الف مبروك للمنتخب الوطني التونسي تتويجه بالدوره، في انتظار استجوابات اخرى رجع لك الكلمه سامي. شكرا لك عاطف، يعطيك الصحه. اذا كمال، الهدف المنشود تحقق بتتويج المنتخب الوطني بكاس الدوره. اكيد الحقيقه معناها ثلاثة مقابلات منتخب تونسي بدون هزيمة، ثلاثة انتصارات، يفوز بالدورة هذه قبل جولة تقريبا من 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 معناها من نهاية الدورة، حاجة مهمة برشا، حاجة هائلة برشا للمجموعة هذه. مجموعة ممتازة، حكاية الكوتش أنيس تقريبا على الجانب الهجومي، وثم لانيماسيون اوفونسيف قاعدين يخدموا صحيح، لكن المنتخب التونسي محتاجش هدف. عاطف تفضل معك يوسف بشاي. يوسف بشا نجم الفريق وهدف المنتخب، وايضا اليوم زوز اهداف، اداء ممتاز ليوسف بشا واداء ممتاز للهجوم المنتخب اليوم وفي المباريات الثلاث. والله قبل كل شيء الحمد لله يا ربي، تعب رجال مشاش حرام، خدمنا على رواحنا، ضحينا، كنا سوليداريد وحده كاو، الحمد لله وصلنا لبعيد، ومازال عندنا ماتش ليبيا لازمنا نربحوه، مازال تورنوم فهو موفيت مازالت.
كنتوا تجموا تسجلوا اكثر يوسف كينو في الشوط الثاني غاب التركيز قدام الكاس. صحيح كنا نجموا ماركيو اما الادفيرسير طلع علينا كو قعدنا نكوروا كره لوطه وكو كورنا والحمد لله فيكتوار جات الحمد لله. سر التاقلم سريعا في المنتخب، الاجواء ممتازه في المنتخب نتصور. بالطبيعه اجواء ممتازه كي نكونوا يد واحده باز باش تكون ممتازه الاجواء. مشكور شكرا. عايش شكرا. ايضا معنا كابتن الفريق وجدي العيساوي. وجدي العيساوي وهو كذلك اذا كابتن الفريق. وجدي كما كنت نحكي مع يوسف اليوم الامبيونس اللي في المنتخب واللحمه نجم نقولوا هاو قاعدين نشوفوا في العناصر فرحانه اذا بالتتويج هذا، نعرف ماذا بيك راك تنقز معاهم توا. كما كنا نقولوا الامبيونس هي اللي تخلي المنتخب يمشي في السكه الصحيحه، ولا بروفوني معنا ثلاثه ماتشوات ثلاثه انتصارات واليوم اداء ممتاز جدا ضد المنتخب المصري. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم النجم نقولوا توجنا بالدورة هذه بأحسن أداء، بأحسن خرجنا بجروب مزيانة برشا، جروب بقدرة ربي مازلت باش تقدم، مازلت باش تعمل برشا حاجات باهية في المستقبل. كما قلت مادام الأجواء كاية والأمبيونس كاية ما نجمو كان يعكسوا السوليداريتي نتاعنا والروح نتاعنا سور تيران، حتى في الفيستير حتى في الأوتيل ما نجمو نقولوا كان الحمد لله. ان شاء الله نكملوا مع بعضنا، ان شاء الله مازلنا باش نقدموا. تعبنا برشا الجروب هذه، تعبت برشا خويا العاطف. ان شاء الله يا ربي مازلنا باش نخدموا، الجروب مازال قابل للتطور ان شاء الله. عندنا جوارات قويين برشا باهين، نقولوا باهين مازلنا ان شاء الله. لازم نخليو سقينا على القاعه، ما عملنا شيء مهم صحيح باش تعطينا نظره خويا على ليزيكيب لي كونترنا باش يلعبوا كونترنا في الكاليفيكاسيون. مازلنا احنا اوبجيكتيف نتاعنا ملي بدينا من اول ستاج، اول ستاج عملناه حطينا اوبجيكتيف خويا بين عينينا اللي هو كوب دي موند وقدره ربي دوزيام تور ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا 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 كابتن الفريق. إذا هكا نكونوا كملنا مع الاستجوابات المباشرة، تقريبا أجواء جد ممتازة هوني، حضور جماهيري كبير كان ساند المنتخب وهذا اللي نحبه نراوه إذا في ملاعبنا. رجع لكلمة الختام سامي، إلى اللقاء إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك عاطف جبالي كان معنا في الاستجوابات ما بعد لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري الشقيق وانتصار عناصرنا الوطنية 4-2 في هذا اللقاء. كمال باش نجموا نختموا تو. ما نجم نخدمو كان نقولوا برافو للمجموعه هذه، الف مبروك للكوتش انيس والكوتش كمال وكل الطرف الفني اللي معاه، دوره ممتازه، فريق ممتاز جدا، نشكرهم على العمل اللي يقوموا به. ان شاء الله معناها نشوفوا القادم افضل المجموعه هذه وان شاء الله يلقاو التاثير وباذن الله. فقط نقطه ربما حبيت نختم بها قبل الفنيين، دونك احنا حكينا على الجانب الهجوم المنتخب هذا التونسي الحقيقه هجوميا ممتاز جدا، لكن ثم ربما على المستوى الدفاعي في خمسة أهداف في ثلاثة مقابلات لابد من مراجعة، لأن المنتخب التونسي في كل مباراة قاعد يقبل فيها في الأهداف. دونك إن شاء الله الكوتش أكيد للطرف الفني الكل معاه زاد فايقين بالنقطة هذه وإن شاء الله باش يخدم عليها. إن شاء الله ألف مبروك للمنتخب هذا التونسي، إن شاء الله مبروك للمنتخب الأوسط على كل المجهودات كل اللي كانت تفر فيها، وإن شاء الله منتخبنا التونسي أمام ملاوي يزيد يفرحنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. يوم الثلاثاء القادم الساعة الثالثة ظهرا إن شاء الله. شكرا لك كامل بن محمود، كنت معنا في التحليل الفني. هكا نكونوا كملنا يعني هذه التغطية المباشرة من ملعب البلدي بأريانا، انتصار منتخبنا الوطني 4-2 على المنتخب المصري الشقيق. هارد لك المنتخب المصري مع